الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا فضل التنفل توقيفي على النص، فضل التنفل توقيفي على النص، فلا يجوز أن تدعي فضلا لنافلة معينة إلا وعلى هذا الفضل دليل من الشرع. فمن قال لك إن فضل نافلة الظهر كذا وكذا فقل أين الدليل، والذي يقول لك إن فضل نافلة العصر كذا وكذا أين الدليل، والذي يقول لك فضل نافلة العشاء أو الفجر أو الصبح أو الوتر أو قيام الليل كذا وكذا، فإنك تطالبه بالدليل، لأن الفضل شيء غيبي ولا اجتهاد في الغيب، بل هو توقيفي على ثبوت النص. فأي نافلة ثبت لها فضل خاص بدليل صحيح قلنا به، وأما النوافل التي أمرنا الشارع بها وجردها عن الفضل فنحن نؤمن بأن لها فضلا عاما لكن من غير تحديد فضل بشيء معين.